أن تجتهد وبسرعة البلدان النامية العربية في دفع جهود الإصلاح الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار والتوجه التصديري، وأن تتعاون هذه الدول مع بعضها البعض وأيضا مع المؤسسات المالية الدولية لتخفيض الأعباء الخاصة بالصدمات. هناك مجالات كبيرة يجب أن ندفع بها، ليس للهبات وليس للمنح، ولكن للتجارة، للاستثمار، للتعاون التكنولوجي، للمشاركة في مثل هذه المنصات، لتبادل الرؤى لما يدفع اقتصاداتنا جميعا للتحسن. وتصور أنه المشاورات اللي تمت اليوم مع صندوق النقد الدولي أوضحت أن المؤسسات المالية الدولية مهما أوتيت من قوة فإنها تقدم بعض الحلول وليس كل الحلول، تقدم بعض التمويل وليس كل التمويل، وأنه حتى الدول التي تدخل في برامج مع صندوق النقد الدولي عليها أن تعي تماما بأن هذه البرامج وإن نجحت فإنها تتعامل مع أحد مكونات السياسات الاقتصادية العامة والاقتصاد الكلي، ولكن عليها عبء أكبر في الاستثمار في البشر، في البنية الأساسية التكنولوجية، في زيادة تنافسيتها، في زيادة مجالات التصدير وأيضا مجالات الاستثمار التي يجب أن تبدأ بالاستثمار المحلي.